قبل 3 أيام تم تشكيل لجنة مركزية لثورة تشرين بها تمثيل نسبي أكثر المحافظات. اليوم كل المحافظات التحقت بهذه اللجنة واختارينا رئيس للجنة اللي هو دكتور ضرغام. كذلك وضعنا بعض النقاط بداية لنظام داخلي تحدد عمل هذه اللجنة ورئيسها الدكتور ضرغام. هاي بداية لقطع الطرق عن المتسلقين، بداية لنهاية المشاريع الكثيرة، إحباط كبير. الكل كان يراهن على أنه ثورة تشرين العفوية لا يمكن أنه تكون لها لجنة مركزية أو تكون لها أو ينجمعون أموال طائلة ملايين الدولارات صرفت في لتشويهنا ولتفريقنا. الهجمات كانت كل اللي يتحدث بها الأستاذ صلاح هي كانت مخطط لها، ماكو كان الثورة عفوية كان يجمعهم هدف ومطالب وحب للعراق ووطنية، لكن كانت الهجمات لا، كل شيء كان منظم. بعد الشهر 11 طيب. من العام الماضي بدأ التخطيط كامل، تخطيط استراتيجي، تدخل في هاي القضية دول إقليمية دعمت هذا مشروع التسقيط، مشروع أنه يخلي الثوار واحد ما عنده ثقة بالثاني تحت اسم الوعي قائد الشهيد قائد. نعم الوعي لدى جمهور تشرين كبير جدا، الشهداء مقدسين وهم قادتنا، لكن بدون تنظيم لا يمكن أن تستمر ثورة تشرين.